الآب والابن الروح القدس الآن واحد آمين. اليوم الذكرى السنوية للمرحوم عادل مخائيل والمرحوم زكريا عزيز جرجس والمرحوم سليم نان بولس والمرحوم وجدي فتحي والمرحومة إلين جورجي والمرحومة سنية باشا جرجس والمرحومة مختارة نسيم والمرحومة عزيزة منصور والمرحومة صوفية حنين والمرحومة عفة حنة والمرحومة نعيمة زكي. ربنا يعطي نياح للمنتقلين وعزاء لأسرهم. تنبيه صغير بس، أثناء ما احنا بنلم الورق في التبخير حد حط فلوس جوه ورق الترحيم، احنا مش بناخد فلوس. يا ريت اللي حطها اما يجي ياخدها بعد القداس، او لو ما جاش الشماس يحطها له في صندوق التبرعات. واحنا في الحقيقه بنذكر كل التراحيم السنوي بنذكره جهرا، والتراحيم التانيه بنذكرها برضو بس سرا، والاتنين قدام ربنا واحد جهرا او سر. بس بيكون عدد التراحيم كتير قوي، هتحسوا ان هي لما نقولها كلها تبقى صعبة شوية عليكم، فانتوا سامحونا. احنا فعلا بنذكر بقية الترحيم، كل ورقة بتيجي فيها ترحيم بتذكر ما بتهملش. النهاردة الانجيل من انجيل معلمنا متى اصحاح 15 من اول عدد 21 لواحد وتلاتين. الانجيل ده معروف انجيل المرأة الكنعانية، انجيل المرأة الكنعانية. في الحقيقة انجيل النهاردة لما بنسمعه بنحس ان تصرف السيد المسيح مع المرأة دي غريب على ما سمعنا، والواحد يستغرب ليه السيد المسيح عمل كده. واحدة جاية بتصرخ بتقول له ارحمني يا رب يا ابن داود، ابنتي معذبة بها شيطان. فيقول الكتاب لم يجبها بكلمة. فالتلاميذ جم سألوه قالوا له اصرف هذه المرأة لأنها تصيح في أسرنا ورانا، يعني ماشي عمالة تصرخ، اصرف الست دي. فكانت الإجابة لم أرسل إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. وبعدين نلاقي الست برضه جسد سجدت عند رجلين المسيح وقالت له عني، فلا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ساعات الواحد يستغرب ليه السيد المسيح عمل كده. ولكن لما نكمل بقيه الانجيل نشوف قد ايه ربنا حب ان هو يعلن إيمان المرأة دي، وكان إيمانها أكتر من إيمان بني إسرائيل. كان بني إسرائيل ينظروا للأمم إن دول كلاب، المسمى ده عندهم مش غريب، بني إسرائيل يشوفوا الأمم يقولوا عليهم دول كلاب. فربنا حب يوريهم اللي انتوا بتقولوا عليهم كلاب دول وتدعوهم كلاب، شوفوا قد إيه إيمان الناس دي او الست اللي جات مقامنا وتسجد عند قدمي يا ربنا يسوع المسيح. ليس خفية الا وسيعلن. نلاقي محبة ربنا ان هو حتى كان ممكن يشفي الطفلة دي البنت المعذبة دي، وكان لا يعلن ايمان المرأة قد ايه كان ايمان عظيم. لكن ربنا في محبته حب ان هو ايضا يعطينا درس قد ايه ايمان هذه المرأة. في الحقيقة المرأة دي على قد إيمانها كانت أيضا لها محبة غير عادية، محبة غير عادية. والنهاردة الكاثوليكون بيتكلم على المحبة، يقول يا أحبائي فنحب بعضنا بعضا، فإن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله. محبة. أقول لكم ساعات إحنا بنشوف حاجة، نشوف مثلا زوجين متخانقين ونلاقي بابا وماما هنا وبابا وماما هنا، الاتنين عايزين يتصالحوا، ولكن الكرامة
بتاعت الكبار تمنع هذا الصلح. يعني انا اسأل النهاردة، لو انا واعيش هذه الكرامة وحد يقول لي مش حسنا ان يؤخذ خبز البريء ويطرح للكلاب ويعمل لي المعاملة دي، همشي واقول ده باين عليه مش كويس ومش بلاش الموضوع ده خالص، مش هتممه. ولكن ان الانسان يترك ذاته تماما على جنب وينسى ذاته خالص، ممكن واحد يعمل كده، ولا ساعات الواحد يشوف ان ممكن ذاته تقف حائل في حاجات كتير، بركات كتير ممكن ياخدها. ولكن احس كده الكرامة الزائفة الانا بتاعتي اللي ممكن تمنعني وتمنع اللي حواليا من ان هم ياخدوا بركات كتير. لو قالت لها يلا يا بنت احنا اتشتمنا نبقى نشوف حد تاني كانت خلاص خلصت القصة. ولكن ازاي ان الواحد ينصحك تحت قدمي ربنا يسوع المسيح؟ في الحقيقة كل من جسى تحت قدمين يسوع المسيح نلاقي ان هو نال ما يريده. ربما يكون الواحد ما جربش يقعد تحت رجلين المسيح قبل كده، ربما كان كل معاملاته معاملات سريعة ما خلتنيش ان انا اقعد تحت رجلين السيد المسيح. مريم اخت مرسى قعدت تحت رجلين السيد المسيح ونسيت الدنيا كلها ونسيت الخدمة، وزي ما بيقول الكتاب عملت من اجل النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. المرأة الخاطئة راحت عند رجلين السيد المسيح وبكت وكانت تبل قدميه بدموعها وتمسحهم بشعر رأسها وخدت غفران من خطيتها. في جيل النهاردة جابوا مرضى وعرج وعصب وكلهم حطوهم عند رجلين السيد المسيح فشفاهم كلهم تحت قدمي يسوع. حلو ان الواحد يحس ان هو بيقعد تحت رجلين المسيح، يسمع كلامه، يتعلم منه، يقعد تحت رجلين المسيح يطلب يصرخ ويبكي ويقول له ان انا معذب يا رب، في خطايا تعباني، في امور واخداني منك، في امور مقيداني، واقعد تحت رجلين المسيح وفعلا اخد هذا الحل من خطاياي. مجنون كرة الجدريين بعد ما ربنا شفاه راح عند رجلين السيد المسيح. في الحقيقة كل واحد راح عند رجلين السيد المسيح اخد اللي هو عايزه. علاقتنا مع ربنا العلاقة السريعة اللي هم بيسموها البعض يقولك تيك اواي، بسرعة كده انا اتعامل مع ربنا بسرعة سريع. في الحقيقة الواحد في السرعة دي مش بيحس بربنا ومش بيحس بالكلام اللي بيقوله. عشان كده النهاردة نلاقي في النبوات كانت في أشعياء يقول هذا الشعب يقربني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ممكن أحس أن أنا علاقتي مع ربنا كلام شفايف، ولكن أن أنا أدخل في العمق وحس ان كل كلمة انا بطلعها من شفتايا انا بعانيها، وبحس ان انا بقدمها لربنا بكل حب، ان انا يا رب لما بشكرك من كل قلبي يا رب بحس بالشكر، لما بقولك ارحمني من كل قلبي بحس بخطيتي وبقولك يا رب ارحمني، لما اقولك يا رب اعني احس يعني انا انسان ضعيف ومحتاج ان انت يا رب تعني. في الحقيقة المعاملة مع ربنا من خلال قلب منصحك مش من خلال شفتين تكرر كلام كتير. طول القداس المرضات بتقول يا رب ارحم، صح؟ احنا مرضاتنا كلها في القداس يا رب ارحم.
تتقال بكذا طريقة، تتقال بكذا لحن، لكن هي في الحقيقة يا رب ارحم. لو أنا في كل مرة وأنا بقول له يا رب ارحم وأنا حاسس إن أنا فعلا محتاج رحمة، قد إيه الكلام ده يدخل إلى أذني رب الجنود والواحد يحس إن هو بينال رحمة، بينال رحمة. لما أقول له يا رب ارحمني أفكاري بتتعبني، يا رب ارحمني عناية بتتعبني، يا رب ارحمني وداني بتتعبني، خطايا كتير، لساني على طول بيخطأ وبيقول كلام مش حلو. لما أقول له يا رب ارحمني وأنا فعلا بصرخ من قلبي وأنا حاسس قد إيه إن أنا معذب من هذه الخطايا. الست شافت بنتها اللي عليها شيطان إن هي معذبة جدا، معذبة جدا، وعشان كده كانت بتصرخ لأنها معذبة جدا. صدقوني لو اتفتحت عينينا وشفنا حالنا وإحنا في الخطية لكان الواحد يصرخ عمره كله. ساعات الواحد مبقاش عارف عظم أو قد إيه هو في ضعف وقد إيه الخطية دي وقد إيه عمل الشيطان فيه شيء صعب جدا. عارفين زي واحد عنده مرض بس مش شايفه، ويجي واحد كده يقول لك يعني هو ايه المرض ده، بس مثلا نلاقي ان هو لو ما تعملش مع المرض ده صح يفتك بيه. هو يقول لك ايه يعني شوية مش عارف ايه عندي كده في الدم، هو شايفه شوية ايه كده، لكن لو واحد شايفه صح يلتزم طول عمره. حاجة بسيطة زي السكر لو واحد بصله صح يلتزم طول عمره، ولو واحد شايفه غلط يقضي عليه، مع انه سهل قوي ان انا ممكن التزم خلاص ابقى كويس. عشان كده الواحد رؤيته لحياته شكلها ايه. لو انا رؤيتي لحياتي شايفها بمنظار خاطئ ان ايه يعني شوية خطايا لسان، وايه يعني شوية مش عارف ايه، وايه يعني شوية اهمال في حاجات، وانظر ليها وارضى على حياتي بالمنظر ده، ولا اصرخ واقول يا رب ان انا معذب جدا وانا في سكتي للهلاك ان فضلت بالحاجات دي. لو انا نظرت لها بمنظار ان دي حاجات عادية يعملها الكل، هقعد طول عمري معذب او عايش بالخطايا دي معرفش ان انا قد ايه مقيد. لكن صدقوني الواحد يوم ما بيتحرر ويرفع ايده لربنا يحس ان كل قلبه وكل عقله سكن عند ربنا. يقول عن الاباء او احد الاباء القديس لما يرفع ايديه يصلي كان عقله يزبى لفوق، يحس ان عقله كده اتسبى، كله بقى عند ربنا، ما بقاش فاكر حاجة، ما بقاش شايف حاجة، كل حاجة يحس ان كل قلبه سعد لربنا. واحيانا الواحد كتير يقف ويصلي ويقف قداس ويقف فيه ساعتين ثلاثة ويحس ان الواحد عمال يصلي ويخرج زي ما دخل، يحس قلبه بارد مفيش حاجة اتحركت جواه، ويحس ان حياته هي هي. عشان كده الواحد محتاج ان هو يصرخ، يصرخ ويقول له يا رب نفسي معذبة جدا، نفسي معذبة جدا، انا محتاج يا رب انك تحررني من هذا القيد، محتاج يا رب انك تحررني، محتاج يا رب انك تخرج مني كل ضعف وكل تسلط ابليس على حياتي. صدقوني الصراخ المستمر ربنا بيستجيب. الواحد ارضا يصرخ بايمان، قالت له يا ابني ابني داود ارحمني، وخرت وسجدت عند قدميه. كان ليها الايمان هو ده الله الظاهر في الجسد، هو ده اللي ليه سجود العبادة. ولما سجدت وخرت وعرفت ان هو ده الله، اخذت الشفاء لبنتها وان هي خرج منها الشيطان. الواحد برضو في حياته مع ربنا حينما يسجد وحينما يأتي لهنا يكون كله ايمان ان هو الله اللي سمعني اللي شايفني، هو ده
رجاءنا كلنا وحياتنا كلنا وقيامتنا كلنا وشفائنا كلنا هو انت يا رب كل حاجة. الإيمان ده يدينا شفاء، هذا الإيمان يعطينا شفاء. الواحد يقول لي يا رب أعن ضعف إيماني، إن كان لينا إيمان ضعيف، إن كنت حاسس إن ربنا ما ينفعش يشفيني، إن كان ليا يأس، المرأة دي ما يأستش، على قد ما كانوا بيحاولوا يبعدوها لبرة على قد ما كانت تزداد وتصرخ وتتمسك أكتر. إحنا ملناش حد غير ربنا، ملناش حد غير ربنا، ربنا هو اللي نصرخ له ونقول له يا رب مهما كانت شروري، مهما كانت خطاياي، مهما كانت ضعفاتي، أثق يا رب إن أنت ممكن تشفي وتغير وتعمل كل حاجة. ربنا يدينا إيمان المرأة دي، يدينا إن إحنا لا نعيش بالذات، الأنا بتاعتنا ننساها تماما. ربنا يدينا انسحاق وجلوس عند قدميه لربنا المجد الدائم الأبد، آمين.